البداية من محافظة حجة، حيث تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي في الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة بعد إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية مباغتة على مواقع ومناطق تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية عبس. وقال مراسلنا أن طيران التحالف شن اليوم الأحد سلسلة غارات على مواقع حوثية في المديرية الساحلية بحجة وأسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصر الميليشيا. وأضاف مراسلنا أن غارة جوية استهدفت مجاميع حوثية أثناء تجمعهم في أحد المنازل بقرية المخشوش التابعة لمديرية عبس، نتج عنها عشرات القتلى والجرحى. هذا وأعلن الجيش الوطني صده عمليات انتحارية للميليشيا الحوثية حاولت من خلالها استعادة مناطق خسرتها قبل يومين في محافظة حجة. وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة أفشلت خلال 24 ساعة الماضية هجمات حوثية انتحارية في محاولة منها لاستعادة المناطق في جبهة عبس شمال غرب حجة في اليوم الأول لانطلاق العملية العسكرية. للحديث أكثر عن التطورات الميدانية ينضم معنا مراسل يمن شباب من حجة سعد القاعدي. أهلا وسهلا بك سعد. إذا ضعنا في خارطة المواجهات اليوم. نعم هشام، حاولت الميليشيات الحوثية قبل ساعة من الآن عملية هجومية معاكسة على قوات الجيش الوطني في مديرية عبس، في محاولة منها محاولة فاشلة لاستعادة المواقع أو القرى التي حررتها قوات الجيش يوم الجمعة الماضية. قوات الجيش الوطني تصدت لذلك الهجوم، استخدمت الميليشيات الحوثية فيه جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها عربات بي ام بي مدرعة، حاولت اختراق مواقع الجيش الوطني، لكن قوات الجيش الوطني كما قلت لك تصدت لذلك الهجوم وأعطبت العربات الحوثية، عربات بي ام بي أعطبتها بمنظومة صواريخ تابعة للجيش الوطني وأثرت من فيها، كان هناك فيها ثلاثة من عناصر الميليشيات الحوثية وقعوا في قبضة الجيش الوطني. الميليشيات الحوثية تحاول منذ مساء الجمعة استعادة القرى والمواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني، لكن قوات الجيش الوطني تتصدى لتلك الهجومات المتعددة والانتحارية. كان هناك مقاتلات التحالف العربي يوم أو مساء السبت استهدفت بغارة جوية مبنى كانت تتواجد فيه مجاميع حوثية في قرية المخشوش في مديرية عبس، نتج عنها قتلى وجرحى حوثيين. أيضا ظهر اليوم كان هناك غارة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مبنى في سوق البداح، كان المبنى فيه مجاميع حوثية وكان فيه عربات عسكرية ومعدات عسكرية نتج عنها قتلى وتدمير تلك العربات. شهود عيان يقولون أنهم سمعوا انفجارات عنيفة تلت تلك الغارة التي استهدفت المبنى في سوق البداع. هذه آخر المستجدات. الميليشيات الحوثية تحاول بشكل منتحر استعادة المواقع التي خسرتها، لكن هناك في صد كبير من قبل قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة. نعم، إذا نفهم بأن اليوم يعني كان هنالك تحصين للانتصارات والمواقع التي يعني استعادها الجيش الوطني ولا تقدم حتى الآن، يعني الآن الجيش في حالة دفاع، وذكرت أيضا طائرات يعني التحالف العربي شنت بعض الغارات على أهداف معينة. ماذا عن الإسناد الشعبي للجيش الوطني وموقف السكان في المناطق المحررة؟ نعم، هناك مشاركة فاعلة من أبناء المناطق المحررة التي حررتها قوات الجيش الوطني في وقت سابق. الحوثيون يعني لا يمتلكون قاعدة شعبية في المناطق التابعة لمحافظة حجة، المناطق الساحلية أو التهامية. شعبية الحوثيين وقبولهم من قبل المواطنين ضعيف جدا، لذلك المواطنون منتظرون متى تقدم قوات الجيش الوطني لكي يتخلصون من ميليشيات الحوثي الانقلابية. على فكرة الحوثيين أو الحوثيون يفرضون جبايات كبيرة على المواطنين في مديرية عبس، لا سيما أن هذه المديرية هي مديرية مهمة وتقع فيها أسواق
تجارية كبيرة. الحوثيون يستغلون المواطنين بمختلف المسميات، مجهود عربي إلى آخره، ويفرضون إثارات كبيرة على المواطنين. ولا شك أن المواطنين يحاولون التخلص من ميليشيات الحوثي الإنقلابية، ومنتظرين متى يتقدم قوات الجيش الوطني إليهم. مراسل يمن شباب من حجة سعد القاعدي، كل الشكر لك.